السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. انتقلت الى رحمه الله الفنانه ناهد السباعي، بحيث نشرت آية سماحة لا حول ولا قوة إلا بالله. انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الجنازة عصرا في مسجد شرطة في الشيخ زايد. ناهد السباعي هي الابنة ديال فريد شوقي والابنة كذلك ديال الفنانة القديرة هدى سلطان، الله يرحمها والله يرحم الجميع. فاش غنقول لكم اخوتي، نتسنى دعوات ديال الخير لهاد الفنانه والله يرحمها والله يغفر لها. نسيت ما قلتش لكم باللي هي الشقيقه ديال رانيا فريد شوقي. فاش غنقول لكم اخوتي، الله يدير شي تاويل ديال الخير، وراه ما كاين غير ربي والموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته. السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.